أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. طلاب الأعزاء، نلتقي في الجزء الثالث من هذه المحاضرة لنعرب ثلاثة أبيات من قصيدة للبحتري يمتدح فيها الخليفة المتوكل في يوم عيد الفطر، حيث أحرز نصرا مؤزرا. يقول الشاعر: فأنعم بيوم الفطر عيدا، إنه يوم أغر من الزمان مشهر. يوم أغر، يوم جميل مشهور، يوم تفرح له القلوب. نأتي للإعراب. فأنعم، الفاء حرف استئناف مبني لا محل له من الإعراب. أنعم فعل ماض. طب لماذا السكون؟ فعل المدح إخواننا وطلابنا الأعزاء له صيغة خاصة في الإعراب تحفظ ولا يقاس عليها. حينما نقول أجمل بك، أنعم بك، أنعم بيوم الفطر، تعرب فعل ماض جاء على صيغة الأمر. فأنعم بيومي، الباء حرف جر، يومي اسم مجرور لفظا، هو مجرور في اللفظ بيومي، مرفوع محلا على أنه فاعل. فأنعم بيوم الفطر، يعني يوم للفطر، حذفنا حرف الجر، قلنا وبالتالي يكون إعراب الفطر مضاف إليه، حيث ضممنا اسمين معا بدون حرف جر أو على تقدير حرف جر. فأنعم بيوم الفطر عيدا، عيدا تمييز منصوب، إنه، إن حرف توكيد ونصب، الهاء إنه، ما إعراب الهاء؟ نتذكر كل ضمير اتصل بإن وأخواتها فالضمير اسم إن، إذن إنه، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب خبر، في محل نصب اسم إن. إنه يوم خبر، إن مرفوع. إنه يوم أغر، نعت مرفوع. ولما لم نقل إنه يوم أغر؟ نتذكر أن أغر على وزن أفعل ومؤنثه غراء، وبالتالي ممنوع من الصرف. إنه يوم نونت، لكن أغر لم تنون لأنه ممنوع من الصرف لسببين. السبب الأول صفة على وزن أفعل. إنه يوم أغر مشهر، أغر نعت أول، مشهر نعت ثان، وكلمة من الزمان جار ومجرور. أما البيت الثاني يقول فيه الشاعر: أظهرت عز الملك فيه بجحفل لجب، يحاط الدين فيه وينصر. أظهرت عز الملك فيه بجحفل، الجحفل هو الجيش العظيم، لجب كثير العتاد، يحاط الدين فيه وينصر. إذن وظيفة الدين هي أن وظيفة الجيش أن يحفظ الدين، يحفظ دين الأمة وينصر الأمة ويدافع عنها. نأتي للإعراب. أظهرت، أظهر فعل ماض مبني على الفتح في الأصل أظهر، لكن لو جاء بعدها تاء الفاعل أظهرت تغيرت حركة الراء من الفتحة إلى السكون، وبالتالي نقول فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أظهرت عز مفعول به منصوب بالفتحة، الملك عز الملك، كأنه قال عز للملك. أظهرت عز الملك مضاف إليه، فيه الفاء حرف جر والهاء
ضمير متصل في محل جر اسم مجرور، بجحفل أيضا جار ومجرور، بجحفل لجب، جحفل لجب، بجيش عظيم. بعض الطلاب يخطئ ويظن أن لجب يقول عن اللام يعربها حرف، وجب يعتبرها كلمة ثانية، وهذا خطأ فادح. لجب كلمة واحدة، بجحفل لجب، لجب يعني جيش عظيم، كلمة لجب عظيم، فهي نعت لجحفل مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. يحاط الدين، يحاط فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة، وما دام الفعل مبنيا للمجهول إذن لا فاعل له وإنما هو نائب فاعل. يحاط الدين، إذا الدين نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فيه جر ومجرور، وينصر، يحاط وينصر، الواو حرف عطف، ينصر فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة، والنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وجملة وينصر معطوفة على جملة يحاط. أما البيت الثالث أحباب الطلاب، يقول فيه الشاعر: خلنا الجبال تسير فيه وقد غدت عددا يسير بها العديد الأكثر. خلنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين ونا الفاعلين فاعل. الجبال مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. تسير فعل مضارع فيه جار ومجرور، وقد خلت وقد غدت الواو واو الحال، قد حرف للتحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب، غدت بمعنى أصبحت فعل ماض ناقص، والتاء حرف للتأنيث، وقد غدت عددا، عددا خبر غدت، فأين اسم غدت؟ مقدر تقديره وقد غدت هي عددا. يسير بها العديد الأكثر، يسير فعل مضارع وبها جار ومجرور، يسير العديد، فالعديد فاعل مرفوع، الأكثر نعت للعديد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحبابي الطلاب، في هذه الأبيات أشرت إلى إعراب الكلمات ولم أتطرق إلى إعراب الجمل متعمدا تسهيلا عليكم. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.